كمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع نشوف ماذا قال النجم محمد محمود مع زميلنا أمير هشام، ونرجع نكمل مع حضراتكم مع النجم أحمد فوزي. تحياتي ليك يا كابتن اسلام، وتحياتي لكل المشاهدين ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، يعني على هامش معسكر النادي الاهلي في الامارات والمشاركه في كاس العالم للانديه. معايا لقاء هام جدا في هذه اللحظات مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي الجمهور بيفتقده جدا على مدار فتره كبيره، ومنتظر مشاركته بشغف في المباريات، وان شاء الله قريب يكون من العناصر الاساسيه في صفوف النادي الاهلي. كابتن محمد محمود نجم النادي الاهلي، يا محمد برحب بيك في البدايه ومنورني. حبيبي يا امير، ربنا خليك حبيبي، ده نورك. الدنيا تمام، كله كويس. زي الفل، مش قاعد معاك بقى كويس حبيبي. طيب في البدايه يعني خلينا نتكلم على في اكتر من حاجه عايز اتكلم معاك فيها بصراحه، خلينا نجيب من الاول كده شويه. ماشي. محمد محمود جه النادي الاهلي في يناير 2019، الناس كلها كانت منتظره الصفقه دي بشكل كبير، كان امال كبيره جدا منعقد على محمد محمود، لكن للاسف الشديد وقدر الله ما شاء فعل اصابات بشكل متتالي. فتره الاصابات دي اكيد فتره كانت صعبه، وخصوصا لما تكون اصابه زي رباط الصليبي. انا عايز اعرف اتعاملت ازاي في الفتره دي، قدرت ان انت ترجع تاني ازاي رغم ان بيبقى فيه صعوبه ان ترجع من اصابتين رباط صليبي وظروف وكلام من ده، احكي لي على الفتره دي. لا هو انا في البدايه انا اول لما جيت انا اتصبت برباط صليبي في رجلي اليمين. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قدرني ورجعت، وبعد كده جالي صليبي في الرجل التانية. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قدرني ورجعت وجالي غضروف في الرجل الاولانيه. يعني الاولانيه. فبعد كده يعني حصل لي مشكله في الرجل الاولانيه برضو، فعملت برضو حاجه تالته كده فيها برضو نظفتها. اللي هي كانت ايه؟ يعني كان في زي مش عايز اقول غلط بس يعني تمام، يعني اللي هو تمام، كانت يعني كان في مشكله، فالحمد لله حليناها، فالحمد لله بقيت كويس. بس فعلى مدار بقى الفتره دي كلها كان زمايلك بقى، اخواتك، صحابك، زمايلك في الفريق، عيلتك، هم بقى اللي بيبقوا السند وبيبقوا الظهر وبيبقوا الداعم بقى في المواقف الصعبه اللي زي دي. انا بصراحه بجد انا اللعيبه كلها وقفت معايا يعني بكل امانه. سؤالهم يعني سؤالهم عليا عارف اللي هو بيحسسك بانك عيلتك بتسال عليك كده، ما بتحسش انك غريب من اول يوم جيت. عديت الحمد لله بفترة صعبة جدا، بس يعني فاتني كتير، بس ان شاء الله بإذن الله احاول بإذن الله يعني لما ابتدي اخد ان شاء الله احاول بقدر الامكان يعني اعوض كل اللي فات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لكن الفتره هي كانت صعبه، بس في الحقيقه الناس كانت شايفه في عيون محمد محمود قوه واصرار على العوده رغم صعوبه الاصابات. طبعا القوه دي جايبها منين؟ الاصرار ده جايبه منين؟ والعزيمه دي والله ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، ثم ثقة في قدراتي. أنا يعني عارف إن ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيجي حاجة وحشة، فأنا كنت واثق 100% إن أنا كل اللي بيجي لي ده خير. فما كانش عندي ما كانش والله بجد مش عشان قدام الكاميرا بس، أنا فعلا ما كانش في شعرية بتتهز مني أو شعرية بتهز ثقتي في نفسي. كويس. ده بجد مش كلام. كنت عارف ان انا كده كده فتره وهتعدي ومساله وقت، فكنت بستحمل وبدوس على نفسي. بس فعديتها الحمد لله ومع الفرقه، والحمد لله الفتره دي الجاز مستر بيتسو موسيماني بيشد بيها جدا كويس. مش ناقصني بس خالص غير الماتشات خالص. كان بيتكلم معايا امبارح. قال لك ايه بقى على المعسكر ده؟ لا المعسكر ده يعني شادد جدا. فما شاء الله اتكلم معايا كويس وقال لي منتاليتي تانية خالص وبقيت كواليتي تانية خالص. فيعني الكلام ده برضو كلام ايجابي جدا جدا جدا، وكنت مبسوط جدا لما جيت اتكلم معايا بصراحه.